نعم مشاهدينا، وللحديث أكثر حول التطورات البارزة في العلاقة بين بغداد وواشنطن ينضم معنا السفير العراقي الأسبق ورئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الأستاذ غازي فيصل. أهلا بك معنا إلى هذه النشرة. إذا السفيرة الأمريكية سلمت الحكومة العراقية رسالة وصفت بالمهمة، ووسائل إعلام غربية كشفت أن مضمون الرسالة هو استعداد واشنطن للتفاوض حول إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق. يبدو أننا أستاذ غازي أننا في صدد تحول بنيوي في العلاقة بين واشنطن وبغداد، أليس كذلك؟ بغداد أليس كذلك؟ الدولي للحرب على الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وأكثر من 84 دولة في العالم، والعراق كان جزء من هذا التحالف، واستطاع هذا التحالف بالتعاون مع القوات المسلحة العراقية بكل صنوفها من هزيمة داعش وتحرير ثلث العراق. أيضا كان هذا التحالف ضمن إطار قرار مجلس الأمن الدولي 2178 في 2014 بناء على طلب من الحكومة العراقية. أيضا نحب نذكر أن السيد رئيس الوزراء في جنيف عبر اجتماعه مع جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي كان موقف السيد رئيس الوزراء السوداني واضح، عندما أشار إلى أهمية يعني خروج قوات التحالف، إنهاء مهمة التحالف الدولي للحرب على الإرهاب، لكن مع إبقاء علاقات للتعاون بين العراق وبين دول التحالف على صعيد مختلف المستويات الاقتصادية التكنولوجية العلمية وحتى أيضا ممكن التسليحية، لأن لا ننسى أن اليوم القوات المسلحة العراقية بتسليحها ذهبت إلى العقيدة العسكرية الغربية بعد 2003، وأكثر الأسلحة أو معظم الأسلحة اليوم في الجيش العراقي والقوات المسلحة العراقية هي أسلحة ذات مناشئ غربية، ويحتاج العراق باستمرار في موضوع الصيانة، في موضوع التشغيل، في موضوع التدريب، في موضوع الدعم اللوجستي، في موضوع أيضا تطوير قدرات الجيش العراقي في مجال الدفاع الجوي، القوة الجوية، الرادارات، الاستخبارات. ممكن يحصل العراق أيضا على أقمار اصطناعية للرصد، لجمع المعلومات وغيرها من التفاصيل المهمة. إذا موقف السيد السوداني واضح جدا في هذا الموضوع. وأيضا أمس الأربعاء المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أيضا أشار بوضوح إلى الذهاب إلى مفاوضات مع العراق من أجل الذهاب نحو الانسحاب التدريجي اللي قد يأخذ أشهر، قد يأخذ سنوات، طبقا لطبيعة انتشار هذه القوات ووجودها ووظيفتها. وبالتالي ممكن العراق يتحول أو يتحرر من هذا الوجود للقوات الأجنبية في العراق. لكن لا ننسى أيضا في نفس الوقت، يعني أنا حب أذكر أن فيتنام اللي قادت يعني حرب وانتصرت على الولايات المتحدة الأمريكية اليوم لديها علاقات وثيقة بناءة في الصناعة، في الزراعة، في التكنولوجيا، في مختلف المجالات، علاقات استراتيجية منذ زيارة كلينتون إلى فيتنام وحتى يومنا هذا. بالتالي نفس الشيء بالنسبة للعراق، نعم كان هناك احتلال، كان هناك حروب، لكن اليوم على العراق أن يذهب إلى بناء علاقات وثيقة ضمن إطار المصالح المتبادلة مع كل الدول الأوروبية، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، روسيا، ومختلف دول العالم طبقا للقانون الدولي الدبلوماسي وميثاق الأمم المتحدة وقواعد العلاقات الدولية. نعم طيب، يعني واشنطن سبق وأن اشترطت إيقاف الهجمات على القواعد العسكرية كخطوة أولى قبل الدخول بأي مفاوضات، لكن قبولها التفاوض يعني أنها تراجعت عن شرطها، ما أسباب ذلك برأيك؟ شوف يعني في الواقع راح تبقى هذه الأزمة، يعني الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وحلفاء إيران، يعني المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية هي ليست مع الجيش العراقي، ليست مع الدولة العراقية، النظام العراقي، المواجهة هي مع الفصائل المسلحة اللي ترتبط بتحالف استراتيجي مع الحرس الثوري الإيراني، وهذه الفصائل المسلحة علنت
حتى قبل حرب غزة في 7 أكتوبر علنت أنها تذهب نحو حرب لتحرير العراق من قوات الاحتلال الأمريكية، لا تعتبر هذه الفصائل المسلحة القوات الأمريكية قوات حليفة وقوات تحالف دولي للحرب على الإرهاب، بل تعتبرها قوات احتلال، وبالتالي جيز القصف بالصواريخ وبالطائرات المسيرة لوجود القوات الأمريكية في العراق. طبعا هذا يشكل انتهاك لدعوة العراق لهذه يعني للتحالف الدولي للحرب على الإرهاب، وهم في الأساس ضيوف على قواعد الجيش العراقي، وبالتالي يجب احترام حق الضيف على بلدنا. أكيد أكيد أن استمرار القصف بأكثر من 150 مرة على القواعد في سوريا والعراق أيضا يشكل مشكلة كبيرة. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية أكيد عبر ليس شرط لكي تبدأ بالانسحاب، لكن أيضا من شروط الانسحاب أن لا نعرض المنسحب إلى هجمات، يعني هذا شيء غير لا ينسجم مع قيم وتاريخ وثقافة الشعب العراقي. جاءت هذه القوات لدعم صمود الشعب والقوات المسلحة العراقية لطرد داعش، وبالتالي اليوم تنسحب بعد انتهاء المهمة. أنا أعتقد ليس من يعني أخلاق الضيافة أن نذهب إلى توجيه صواريخ لهذه القوات المنسحبة وهي تنسحب. يعني مع ذلك الموضوع المهم بالنسبة لنا اليوم كما أشار سيد رئيس الوزراء في جنيف مع سوليفان هي انسحاب هذه القوات من العراق معززة مكرمة وتشكر على جهودها لتحرير العراق من داعش الإرهابي، وأيضا في سوريا عملت على يعني قتل يعني البغدادي وغيرها من قيادات داعش، و دربت قسد لمهاجمة أيضا داعش، فهي حرب على الإرهاب مستمرة. نعم في أفريقيا وفي آسيا وفي كل مكان. نعم نعم، يعني السياسة الخارجية الأمريكية تنظر للعراق على أنه دولة مهمة محورية، كما أنه يعد محطة أساسية في مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة. يعني في حال ما تم انسحاب القوات الأمريكية، ما الرسالة التي ستفهم؟ الولايات المتحدة الأمريكية يعني لا تعتمد العراق كقاعدة من أجل المواجهة أو من أجل مهاجمة إيران، ولا تعتمد سوريا أو غيرها، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لديها في الشرق الأوسط والخليج العربي أكثر من 45 قاعدة عسكرية وبحرية وجوية، وأيضا تمتلك أكثر من أو تنشر أكثر من 80 ألف جندي أمريكي. يعني بالتالي إذا حصلت مواجهة بين أمريكا وبين إيران، فمختلف القواعد في الخليج، في الشرق الأوسط، في شمال أفريقيا، في البحر المتوسط، في البحر الأحمر، في الخليج العربي، ممكن يشارك في هذه العمليات لا سمح الله. يعني لا أحد يريد الحرب، لكن العراق هو ليس في الأساس مسرح للعمليات العسكرية ضد إيران أو ضد دول الجوار أو غيرها، لكن مع الأسف إيران حاولت منذ ما بعد 2003 أن تحول العراق إلى مسرح للمواجهة بينها وبين وحلفائها وبين القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي، لكن هذا يدفع كلفة ثمن باهظ العراق على صعيد الأمن، الاستقرار، التنمية، التعاون وغيرها من التفاصيل. يعني وكل ما حصل من آثار سلبية لهذه الحروب مع الأسف هو لم يصب لا بمصلحة إيران ولا بمصلحة العراق. نعم نعم سيد غازي، يعني عندما انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من العراق عام 2011، احتل داعش الإرهابي ثلث مساحة العراق في عام 2014. السؤال هنا هو ما تداعيات انسحاب القوات الأمريكية على العراق؟ نعم أيضا هذا احتمال وارد، لكن أيضا نذكر أن قوات التحالف الدولي للحرب على الإرهاب عندما تنسحب من العراق على سبيل المثال أو حتى من سوريا، هذا لا يعني أن هذه القوات للتحالف الدولي قد انحلت طبقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2178، بل هي موجودة، لأن الإرهاب يضرب في أفريقيا، في موزمبيق، في نيجيريا، في مالي، في ليبيا، في جنوب السودان، في اليمن، في مختلف الأماكن. إذن الحرب على الإرهاب هي حرب كونية مستمرة منذ ما بعد داعش سبتمبر وحتى يومنا هذا. إذا ما ظهر داعش لا سمح الله مرة أخرى في العراق، وإذا ما طلب العراق مرة أخرى دعم ومساندة قوات التحالف الدولي
لمواجهة وطرد التنظيمات الإرهابية داعش أو غيرها من التنظيمات الإرهابية، من المؤكد ستعود هذه القوات من أجل دعم ومساندة القوات المسلحة العراقية. وإذا ما استطاع العراق لوحده بقدراته العسكرية الذاتية أن يحرر بلده من تنظيمات إرهابية مختلفة، لأن حزب العمال الكردستاني تنظيم إرهابي موجود في جبال العراق، وموجود أيضا في جبل سنجار ومناطق أخرى، ولديه مشروع إقليمي لدولة كردستان الكبرى. أيضا هذا التنظيم تعتبر أمريكا وتعتبر أوروبا وتعتبر الأمم المتحدة تنظيم إرهابي. إذن هناك مشاكل أخرى موجودة مع الأسف، يفترض العمل على حلها عبر الجهود الخاصة بالقيادة العامة للقوات المسلحة وما يمتلكه الجيش العراقي والقوات المسلحة من قدرات لمواجهة هذه التنظيمات الإرهابية. نعم، السفير العراقي الأسبق ورئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الأستاذ غازي فيصل، شكرا جزيلا لانضمامك معنا.